لم يمنعه فقدان السمع وأيضا النطق من مواصلة مسيرة الدراسة، وهو يقترب من نيل الدكتوراه. حسين علوي الشبركة من محافظة القطيف. الشاب السعودي الطموح من فئة الصم يجيد 5 لغات عالمية للصم، حيث يعتبر نموذجا للإصرار والعزيمة. خلونا نشوف. هذا حين شايب. العزيمة تقهر المستحيل. حسين علوي الشبركة شاب سعودي من فئة الصم، تجاوز كل الصعاب فتخرج من جامعة جالوديت بأمريكا حاصلا على البكالوريوس في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف مختومة من الرئيس الأمريكي، وهي شهادة لا تمنح إلا للمتفوقين. انتقلت إلى جامعة لامار، وكانت انصدمت طبعا في المرحلة الأولى بحكم كلهم سامعين وأنا الوحيد اللي كنت أصم. ففي البداية كانت صدمة لي، وكان أيضا تحدي، لأن في البداية تعبت نفسيا، لكن تحدي كبير لي أني لازم أصبر بإذن الله أنجح. وكنت كل حماس حتى أصل للهدف، وحصلت الحمد لله على الماجستير في إدارة الأعمال. طموح الشاب حسين الشبركة لم يتوقف، وبدعم من والدته ووالده الطيار المتقاعد علوي الشبركة حصل على الماجستير بامتياز من جامعة لامار بولاية تكساس، وهو يستعد للحصول على الدكتوراه قريبا. سعى في إكمال دراسته الجامعية وحصل على الماجستير الحمد لله، والآن يطمح للحصول على الدكتوراه بإذن الله. هذا مثال للسامعين قبل ما يكون للصم. نتمنى أن يكون مثال يقتدى به في المملكة العربية السعودية. لم يكن فقدان السمع عائقاً للنجاح، فالتحدي هو القوة الكامنة التي تدفعنا للإنجاز مهما كانت الظروف. هناك المزيد من الضوء من حولنا. أنا أرغب في الأجيال القادمة الصم إن شاء الله في المستقبل أن يكونوا ممتازين بشكل كبير، وتفتح لهم آفاق أيضا للتعلم، ولابد لكن من التعليم بشكل ممتاز وكبير حتى ينمو بشكل رائع. لم يكن حسين الشبركة مجرد رقما عابرا في سجل الحياة، بل استطاع أن يثبت المزيد من الإبداع بالعزيمة والإصرار. للإخبارية محمد الحمادي، القطيف.